بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. سألنا سؤال، قلنا ملف التوليد يحتوي على ملفين، أحدهم خاص لتوليد الكهرباء والثاني ما هو اسمه وما هو واجبه. بصراحة أكو إجابات كانت صحيحة وأكو إجابات كانت خاطئة. اللي مفتي من الموضوع كان خطأ. هاي المولدة تستخدم فيها مكثف، يعني ما بها كارت اي في ار، ولهذا نظام عملها يختلف جذريا عن كارت الاي في ار. اذا هذا الملف الاضافي شو نسميه؟ احنا قلنا ملف التوليد يكون ملفين يقاطعوهن ويخرجوا لك طرفين. الملف الثاني يسمونه ملف الاكزايتر او ملف الاثارة او التهيج، ايضا بي مجموعتين متقابلات بزاوية 90 درجة ويا ملف التوليد، ويقاطعوهن هالشكل خلينا نقول، وتطلع النهايات للخارج. هاي النهايات وين يرحن؟ يرحن إلى هذا الملف وحده، هسه ملف الإكزايتر اللي حكينا عليه يرحن على مكثف. زين، نجي على فكرة العمل. هنا ما عندنا كارت، هنا كمية الملفات أقل بالنسبة لملف الكارت الاي في ار، هذاك بي عدة ملفات، ثلاثة تقريبا ما عدا ملف الدي سي، ما لنا شغلة بالدي سي هسه مو موضوعنا. فاذا هذا فرق بي طريقة لفة تكون اسهل، طريقة تدخيله بالمجال يكون اسهل، ونظامه يكون اسهل هو استخدام المكثف. نجي على السؤال مالنا، هذا الملف شنو فائدته؟ هو اسمه اكزايتر او اثارة او تهيج. هذا واجبة مرتبط ويا من؟ مرتبط ويا الارميتشر. الارميتشر هنا مثل ما الاجابات كانت خطأ، فحمات وما فحمات، يا اخوان هذا الملف بالنسبة للارميتشر عبارة عن ملفين، ملفين هذني، الملفين ذني، كل ملف يقطع بالنص دايود، يعني يرتبط بدايود مثل ما تشوفونه بالرسم. فهذا الدايود واحد عكس الآخر، ليش؟ حتى يسوي لنا قطبين، شمالي خلينا نقول وجنوبي. ليش؟ لأنه إحنا بالنسبة لنا الفولتية أو التردد اللي راح يصير هنا ما يخدمنا، لأنه تردد أي سي، ولهذا الأي سي معناته المغناطيس راح يكون بعدة أوضاع، ولهذا ما راح يتوافق ويا شغلنا. أنا شريد أريد مغناطيس ثابت، هنا راح يطلع عندنا مغناطيس متغير. فالمغناطيس الثابت حتى أحصل عليه دائما مستمر هو قطب شمالي وجنوبي حتى يقاطع لنا التوليد. فهذا المغناطيس الثابت إذا ظل يفتر داخل الملفات راح يبقى يسوي لنا تيار متردد، وهذا هو نحتاج المتردد حتى يطلع لنا للاستخدام. إذن نجي هذا الملف شنو فائدته وشو يسمونه؟ هذا الملف يسمونه ملف الإكزايتر أو ملف التهيج. هذا من ارتبط بالمكثف صارت عندنا دائرة اسمها دائرة الرنين المغناطيسي، دائرة الرنين المغناطيسي. هاي الدائرة فكرتها شنو؟ تجينا اي تردد، هذا التردد راح يسري وين؟ يشحن لنا المكثف. المكثف راح يفرغ، فمرة يفرغ بهالاتجاه، مرة يفرغ بهالاتجاه، اذا صارت عملية الهزة او الرنين. وهاي الفائدة مالتها شنو؟ حتى هذا طبعا تكون وين؟ داخل هاي الملفات خلينا نقول، والارميتشر يفتر هناية، فاذا دائما اكو تردد يصير حتى يأثر لنا وين؟ على هاي الارميتشر، لانه الارميتشر هاي تريد شيء يشحنها دائما، شيء يهيج المغناطيس حتى تصير مغناطيس، فلازم اكو تردد. هذا التردد يسوي لنا اياه دائرة الرنين حتى دائما يصير عندنا تيار اي سي. فإذا صار تيار أي سي، إذن هذا تحول بالدايود إلى قطب مغناطيس، وهذا تحول إلى قطب مغناطيس حتى يتحول إلى دي سي. الدي سي راح يكون
مغناطيس ثابت، ولهذا احنا قلينا هاي الدايودات. هاي العملية من يسويها ذيك المولدة ام الكارت؟ الكارت هو يحاول لنايا الاي سي الى دي سي. زين، معناته هذا ما بيه فحمات يا اخوان. زين، الحركة الاولى اللي سويناها، الاثارة الاولى منين تجي؟ لانه هنا ماكو اي سي، تجي من خلال هاي المغانط الاثنين اللي موجودة بالارميتشر. هاي المغانط راح يسوي لنا تهيج ابتدائي، ومن خلال الشحنة اللي مخزونة بالمكثف راح تكون لنا حالة تهيج بملف الإثارة حتى يبقى يتناغم ويا الارميتشر. يعني المكثف لازم يساوى الرادة الحثية ويا الرادة السعوية، فمعناته هاي القيمة لازم تكون قيمة ثابتة متوافقة ويا الملف، ويا مقاومة الملف، ويا المحافة اللي بالملف. يعني مثلا اذا المكثف ما تخلي نقول 25 او 30، انا مو كيف اخلي 10 او اخلي 50 او اخلي 60، لازم اكو تناغم يصير، يعني تساوي وتناغم بين الرادة الحثية والرادة السعوية حتى يبقى يعطينا تيار متردد. يعني نفس الهزة اللي ده نسويها سب القلم، لازم تكون الرنين ثابت، يعني مو مرة يصعد مرة ينزل على كيفه، مرة يصعد، لا، دائما يكون حركة توافقية حتى شنو يصير عندنا تيار متردد يدخل وين؟ إلى هاي الملفات اللي هي خل أرسم لكم إياها على الشكل هيجي. يعني هذا ملف وهذا ملف آخر، هاي الملفات اللي موجودة بالارميتشر حتى شنو يصير عندنا مغناطيس، وهذا المغناطيس راح يقاطع لنا وين الملفات مات التوليد حتى يعطينا كهرباء مترددة. هذا شرح مختصر اخوان حتى نفتهم الملفات اللي موجودة بالمولدة ونعرف طريقة عملها. اذا انقطع عندك التوليد معناته راح اشك اما قطع بالملف او قطع او تلف بالمكثف، ولهذا نفحص المكثف او نفحص الملفات نهايتها ونشوف الخلل وين حتى نلقى العلة مالتها. احيانا يعطلن الدايودات هذه فيتبدل الدايودات بنفس الطريقة، يتعاكسن واحد عكس الاخر حتى شنو نحصل. طبعا بي مروحة تبريد، هاي اللي نشوفها مسننة بي مروحة تبريد و بولبرينج، يعني ما بي فحم، ما بي كوميتيتر، ما بي اي كوميتيتر ولا اي فحمات. فهذا اجابه مختصره لملف الاكزايتر اللي سالنا عليه. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.